We're gonna do the Chubby Bunny Challenge. She was the light of the room. وفاة هولي مور الغامضة وجمع تفاصيل موتها بين الانتحار والقتل. فهل فعلاً قامت هولي مور بالانتحار أم توجد بصمات لجريمة قتل لم تكشف عنها بعد؟ تابعوا تفاصيل القضية حتى أصغر تفصيلة رح أتناولها، وأحب أسمع آراءكم حول القضية بالتعليقات. خليكم وياي. هلا متابعين. هولي مور شابة بعمر 19 عام من ولاية كولورادو الأمريكية، تعيش بسكن بشقة مشاركة مع زميلها زاك. عائلة هولي مكونة من 4 أفراد، والدها راي مور وأختها إبريل مور ووالدتها اللي كانت مصابة بمرض الشلل الرباعي، يعني ما كانت تستطيع الحركة أبداً. بمارس آذار 2015 وجدت هولي معلقة بسلك كهرباء ومشنوقة داخل خزانة ملابسها بشقة السكن. اتصل زميل هولي بالسكن زاك على 911، وفورا وصلت الشرطة لمكان الحادث وتم تسجيل وفاة هولي على إنها انتحار، الأمر اللي نفته عائلة هولي تماما. The roommate answers and said, "Mister, you better come quick. She's not breathing." عند وصول الشرطة لموقع الحادث كانت هولي معلقة بالسلك وفارقت الحياة. كان يوجد إلى جانب هولي سماعات الأذن الهيدفونز الخاص بهولي، وبدون ما تقوم الشرطة برفع البصمات أو مسح حمض الدي إن إي من على جسد هولي أو الأغراض المحيطة بالغرفة، على الفور تم تسجيلها كحالة انتحار. خلونا نتعرف على سبب رفض أهل هولي لنظرية الانتحار من قبل الشرطة، لأنه هولي كانت عايشة حياة سعيدة إلى حد ما، ما كان عندها مشاكل كبيرة. كانت هولي ترعى والدتها المريضة بالشلل الرباعي أغلب الوقت تقريبا، والشيء الأهم أنه هي كانت تخطط مع زملائها لرحلة تزلج قبل وفاتها بأيام، فمو غريب تقرر تنتحر فجأة. عند فحص الجثة من قبل الطب الشرعي أكدوا كلام الشرطة وسجلت على أنه هي حالة انتحار. الدكتور جيمس والكرسون اللي أجرى تشريح جثة هولي هو دكتور وطبيب شرعي يمتلك خبرة أكثر من 25 عام، أجرى ما يقارب أكثر من 500 عملية تشريح بعام واحد فقط. دكتور والكرسون يقول أنه استغرق ساعتين بتشريح جثة هولي وما عثر على أي علامات على صراع أو أذى. My question is, what do I have to gain by calling this a suicide if it's not a suicide? There's just a lot of things that would make you more suspicious that weren't present. طبعاً عائلة هولي رفضت هالكلام شكلاً وموضوعاً، فقاموا بتعيين فريق طب شرعي على نفقتهم الخاصة، وهي الدكتور سلمى إيغلين بوم، وهي خبيرة بالطب الشرعي ومعترف بها على المستوى الوطني، لعلها تجد أي دليل ممكن يشفي صدر عائلة هولي. قام الدكتور إيغلين بأخذ عينات من شقة هولي، فتم العثور على أدلة جديدة غفلت عنها الشرطة وقت الجريمة. فريق الدكتور إيغلين فحص غرفة هولي باستخدام ضوء خاص للجرائم، واكتشفوا الآتي: عثروا على سائل الجسم غريب، وأيضا عثروا على دم على سرير هولي، وأيضا عثروا على بصمة يد على الحائط، وأيضا مقبض المؤدي إلى الحمام مكان العثور على جثة هولي كان نظيف. كل هذه الأدلة تجاهلتها شرطة كاسل روك اللي حققت بوفاة هولي ونسبتها على أنها انتحار. أيضا طلب الدكتور إيغلين عمل أشعة سينية لجسد هولي، واللي كان من المفترض على الشرطة عمل هذه الأشعة بداية الجريمة. فعلا تم العثور على دليل قاطع ممكن أن يغير موازين القضية. أظهرت الأشعة السينية لجسد هولي وجود كسر في عظم الترقوة،
واللي أكد الدكتور إيغلين استحالة ربط حبل بالرقبة على مرتين أو ثلاث لفات بالقوة اللي وجدت عليها آثار الحبل على رقبة هولي إذا كانت العظمة مكسورة. The evidence point in the direction of a very quick wrapping around of the cord, keeping it very tight for a prolonged time of period. Extremely painful. You are not able to do anything with your arm anymore. Let alone wrap yourself twice, three times, and hang yourself. It's. تكمل الدكتور إيغلين وتوضح عندما تم إيجاد هولي كانت أصابع إيدها داخل الحبل من الأمام، هذا يعني إنه هي كانت تحاول الدفاع عن نفسها وتقاوم القاتل. That doesn't make sense. It does make sense if she is strangulated by somebody else and she's trying to fight it off. أيضا فريق الطب الشرعي الدكتور إيغلين أوضح إنه إذا كانت هولي انتحرت بالفعل فاتجاه السلك اللي تم استعماله للخنق راح يكون متوجه للأعلى نسبة إلى ضغط وزن الجسم، لكن ما تم إيجاده أنه وضع الحبل كان بصورة أفقية ومضغوط بقوة شديدة، وهذا اللي صعب يتم من هولي بنفسها خاصة مع وجود كسر عظم الترقوة. فشنو اللي صار الهولي المسكينة بالضبط ذاك اليوم؟ Do you believe this was a suicide? No, I don't believe so. That's my opinion as a scientist. Very unlikely that you can kill yourself in such a way. Here you see the ligature mark. You can see it's very tight and it's horizontal. And in a hanging, you would expect it to be way up like this. It's more likely that she was killed before she was hanged. من ضمن الأشياء اللي تم العثور عليها داخل شقة هولي من قبل فريق دكتور إيغلين هي حبوب منع حمل. أيضا تم اكتشاف كتابات على ساق هولي، واللي أكد فريق الطب الشرعي للدكتور إيغلين إنه هذه الكتابات واللي تم كتابتها باللون الأحمر تم كتابتها من قبل شخصين على الأقل، وهذا ما يثبت إن هولي ما كانت لوحدها وما انتحرت وإنما تم قتلها. زين، إذا افترضنا وجود جريمة قتل فلابد من وجود قاتل أو مشتبه به. ستيفن صديق هولي كان مشتبه رئيسي بالقضية والمتهم الأول من قبل عائلة هولي. كان ستيفن صديق هولي وكان يعمل بالجيش، علاقتهم كانت جيدة من خلال منشورات هولي مع صديقها تبين أنه علاقتهم كانت جيدة، لكن أخت هولي أبريل ما كانت تحب ستيفن ووصفته بأنه فظ وساخر ومهين وعنده قدر كبير من الغضب. A homicide that was staged to look like a suicide. It wasn't adding up. None of this fits suicide. أخت هولي ووالدها كانوا يتهمون ستيفن بشكل مباشر وبشكل رئيسي، يعني ستيفن المتهم الرئيسي بالقضية، خاصة بعد ما تم العثور ليلة الجريمة على محادثات مشاجرة بين هولي وستيفن بالموبايل، كان يتهمها إنها على علاقة بزميلها بالسكن. واضح إنه الخلاف زاد لما أجابته هولي بمسج أنت ما تستاهل كلمة وداعا. استمرت علاقة هولي بستيفن ما يقارب 7 أشهر. خلال هالمدة هولي حاولت تترك ستيفن أكثر من مرة، لكن كان يعاود يتصل بيها كل مرة. الاثنين قضوا عيد ميلاد هولي 19 سوية. بذاك اليوم يوم الميلاد إبريل أخت هولي كانت متواجدة فلاحظت مشادة كلامية جرت بين هولي وستيفن. كانت هولي تردد مثلك ما يحترمني أبد، فطورت المشادة إلى أنه خنق ستيفن هولي ورفعها من الأرض وكانت تصرخ توقف توقف. He wanted to like give Holly birthday spankings and Holly kept saying stop and he's like you don't ever disrespect me and he just choked her out with his hands and lifted her off the ground. إبريل تكمل وتقول بعد 5 أيام من ميلاد هولي الأختين احتفلوا بميلادها لوحدهم، وبعدها توجهوا لمكان غسيل الكلاب أجلكم الله لغسل كلب هولي. قضوا الأختين وقت ممتع سوية، فكانت هذه آخر مرة شاهدت إبريل أختها هولي حية. باليوم الثاني وتحديداً 6 مارس
آذار 2015. اتصل والد هولي ماكنها ما أجابت. أجاب شخص آخر قال لوالدها من الأفضل أنه تحضر على الفور. زميل هولي بالسكن وصديقها زاك عاد للمنزل يوم الجريمة عند الساعة 10:30 مساء. توجه للفراش مباشرة، لكن استيقظ على منظر مرعب. كانت هولي معلقة بسلك كهربائي صغير ملفوف حول رقبتها. اللي زاد الشكوك حول ستيفن انه خزانة هولي، على حسب قول اهلها انه هولي ما كانت مرتبة بزيادة، لكن الخزانة اللي تم ايجاد هولي مقتولة بداخلها، الاغراض كانت مرتبة داخلها بطريقة عسكرية. تذكرون الكتابات اللي قلت انه هي تم كتابتها باللون الاحمر على ساق هولي الايمن؟ كان يتضمن اسماء وكلمات اسماء عائلتها واصدقائها، من ضمن هذول الاسماء كان اسم ستيفن. فريق دكتور ايغلين كان مصر على انه وفاة هولي جريمة قتل وليس انتحار. تم إرسال رسالة لدكتور رومان طبيب تشريح بإعادة النظر بقضية هولي وفقاً للأدلة الجديدة، وخاصة ما يخص كسر عظم الترقوة، واجتمعوا لمدة 3 ساعات متواصلة، لكن دكتور رومان ما كان الطبيب اللي استلم التشريح لجثة هولي، إنما كان الدكتور ويلكرسون اللي يوضح من خلال رسالة بريد إلكتروني إنه الكسر بعظم الترقوة لهولي كان بسبب خطأ من قبل مقصات التشريح. تقول دكتور إيغلين أنه حتى لو تأذت هولي بمقصات التشريح، كان يجب أن يتم كتابتها داخل تقرير تشريح الجثة. The more we investigate, the more indications we get that this is indeed a homicide and not a suicide. We've never seen that a trained forensic pathologist did this kind of damage to a collarbone. حزن عائلة هولي كبير لدرجة التمسك بأقل أمل لأخذ حق بنتهم إذا كانت فعلاً تم قتلها. So there might be hope for Holly to get justice. أخيراً وصل صوت عائلة هولي بعد محاولات عديدة واحتجاجات كثيرة للحصول على العدالة لبنتهم. حصلت العائلة على موافقة رئيس الشرطة جاك ويلي على نقل ملف قضية هولي المختبر جريمة بإدارة مكتب التحقيقات بكولورادو. راح يتم إجراء اختبار الحمض النووي اللي راح يكون الفصل قضية هولي لمعرفة السبب الحقيقي للوفاة، ويقدم الفحص إجابات ممكن تسمح لروح هولي بالراحة والسلام. هذه كانت قضية اليوم. أحب أسمع آراءكم بالتعليقات، شنو رأيكم؟ هل ممكن أن تكون هولي انتحرت فعلاً أم تم قتلها؟ أعطوني آراءكم بالتعليقات وشكراً.